قد يسأل أحدكم فيقول: المصنف سمى كتابه كتاب التوحيد، فما الفرق بين كتب التوحيد وكتب العقيدة كالعقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، لمعة الاعتقاد؟ والجواب أن كتب العقائد أشمل وأوسع، فهي تتحدث عن الخصائص التي تميز أهل السنة عن غيرهم في جميع أبواب المعتقد، سواء كانت العلمية أو العملية أو الأخلاقية، فيذكرون في كتب العقائد كل ما يميز أهل السنة عن غيرهم. أما كتب التوحيد فهي تتحدث عن موضوع واحد فقط، وهو موضوع التوحيد الذي هو أهم موضوعات علم العقيدة، ولهذا يسمى هذا العلم بعلم التوحيد من باب تسمية الشيء بأهم أنواعه، كما أن التوحيد يعرف بأنه إفراد الله بالعبادة من باب تسمية الشيء بأهم أنواعه. ولهذا البخاري في صحيحه ألف كتاب الإيمان في أول الصحيح وكتاب التوحيد في آخر الصحيح، وبينهما فرق كما ذكرت لك.